طيب، منها إلى الشأن العربي، وأبو الغيط يحذر من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حضر السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من انزلاق الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مزيد من التدهور خلال الفترة القادمة، كما أكد أن المؤشرات الحالية تدعو للقلق والانزعاج وتمثل جرس إنذار للجميع بضرورة تغيير المسار الحالي الذي لا يكتفي بحرمان الفلسطينيين من أي أفق سياسي في المستقبل، وإنما يزيد على ذلك وضعهم تحت ضغوط غير مسبوقة سواء على المستوى السياسي أو على مستوى الحياة اليومية لملايين السكان في الضفة وغزة المحتلين.